السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هننفذ الفستان ده النهاردة لطفل عمرها حوالي 10 سنين. هياخد مننا خامة حوالي متر قماش عرض 150. الخامة من خامة الحراير، قماشات زي الحراير، أي نوع من أنواع الحراير. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. اول حاجة هناخد القماش كده يا جماعة بالطول المطلوب لغاية مثلا من اعلى حتة في الكتف لغاية فوق الركبة، والوسع طبعا الوسع دوت بتزودي فوق الدورانات من 6 لـ 8 سنتي اساسي، يعني فوق كل دوران، وده برضو مش هيغني عن كونك تسيبي وسع للخياطة. انت بتزودي الوسع ده ده الراحة، ولكن بتزودي وسع بعد كده للخياطة. طيب هعمل ايه؟ ده نفترض كده انا خدت كده قطعة القماش اهي، همسك كده هفصل الظهر عن الامام، وهخلي الامام اكبر بمقدار حوالي 5 أو 6 سنتي. تمام كده، هنطبق الامامي اهو. وهنطبق الخلفي وهنحطهم كده فوق بعض. وهنسيب الجزء الزيادة ده علشان ده هيبقى المرد بتاع الزراير اللي هو مرد منه فيه، مش مرد عيرة يعني. خلاص هنيجي للجزء اللي احنا هنسيبه مرد عيرة ده، وهنقفله كده بدبابيس. عشان وانتي بتقصي بس ما يلخبطش. ده كده المفروض المرد ده هيتفرد كده كده اهو، وهيتكوي، وده اللي هيبقى محطوط عليه الزراير، هيبقى كده بالشكل ده كده. انا قفلته كده يا جماعه عشان بس ابين لك ان يعني عشان يبقى سهل معاكي في الخياطه. بعد ما اتقفل هتفرديه كده، هتفرديه كده وتعمليه بقى بدبابيس كده، تثبتيه بدبابيس عشان نيجي نفصل بقى. يبقى ده قطعه من الفستان نفسه، يعني ما هوش حاجه خارجيه. خلاص عملنا كده، هنطبق بقى الفستان بتاعنا عادي خالص، ما فيهوش اي مشكل، هنطبقه كده، نجيبه كده على الظهر ونحط عليه الظهر بتاع الفستان. والظهر الفستان ممكن يبقى له سوستة من ورا، او هتوسع الفستان بحيث ينفع يتلبس، وكده كده فيه حزام، الحزام هيضم. خلاص طبقنا كده بقى الاربع طبقات قد بعض. اول حاجة ناخد عرض الاكتاف من العظمة للعظمة وبنقسمه على الاتنين. خلاص هناخد كده المقاس بتاعنا اهو. بس وانتي بتاخدي عرض الاكتاف كده، بعد ما تحطي العلامة هتزودي في العرض كده كمان 2 سنتي، علشان احنا هنقص الجزء اللي هيركب فيه الكورنيش، فهزود من بعد النقطة دي 2 سنتي اهو. تمام كده. طيب بعد كده هنزل ميل الكتف، هنزل 2.5 سنتي ميل الكتف بعد النقطة دي كده، دي هنزل 2.5 تحتها. طيب هنيجي ناخد دوران الرقبة. لو دوران الرقبة عندك 30 هتقسميه على 5، الناتج هيكون 6. هاخد 6 كده، والخلفي 2 والأمامي 6. خلينا نشتغل كده طبيعي، يعني كده يبقى 2 كده للخلفي أهم، اما الامامي اللي هو ده هنزل 6 كده. خلاص وهوصل. طيب احنا عندنا حردة الرقبة مربعة واسعة، هنعمل ايه كده يا جماعة؟ هتيجي كده من هنا هتدخلي حوالي 1.5 سنتي او 2 سنتي زيادة. خلاص وهتيجي هنا للجزء ده اللي ورا ده، هتوسعي الحردة بتاعته كده
اما الامام برضو دخلنا اهو، هنيجي للامام وهننزل بعد الستة سنتي دي حوالي 2 أو 3 سنتي وهنعملهم مربع كده كده اهو. دي كده الحردة الامامية ودي الحردة الخلفية، خلاص ورسمنا ميل الكتف. طيب هنيجي بعد كده نعمل نحدد خط الوسط بتاعنا. خط الوسط بيبقى كده يا جماعة من اعلى حتة في الكتف لغاية الوسط، تمام؟ هنيجي نحدده. طلع عندي لغاية النقطة دي، خط الجنب بيبقى حوالي من 10 ل 12 سنتي، هتنزليهم كده عشان تعمل خط الايه الارداف. كده حددنا خط الوسط وخط الايه الارداف. خط الصدر بيبقى طبعا من اعلى حتة في الكتف لغاية اعلى بروز في الصدر، بس احنا ممكن هنا يعني علشان هي طفلة صغيرة انا حدد خط الصدر وخط الجيرو مرة واحدة. هاخد كده من خط الوسط لميل الكتف كده هقسمه على الاتنين عشان اعمل حردة الجيرو، ودي هظبط عليها دوران الصدر، تمام؟ وهاجي اعمل خط كده. الخط ده هنطلع كده 1.5 سنتي من الزاوية القايمة دي وهندور كده ونيجي من النص كده، من نص الخط ده هدخل لجوه حوالي 0.5 سنتي وهدورها كده، تمام كده. هاجي بعد كده اخد الدورانات اللي قلت زودها عليها من 6 ل 8 سنتي عشان يبقى واسع، هتاخدي دوران الصدر وتزود عليه من 6 ل 8 سنتي، وهتاخدي الدوران اللي انت اخدتيه ده كده وتقسميه على الاربعة وتحطي الصدر هنا على الخط ده، تمام؟ طلع مثلا لغاية كده واحنا مزودين عشان في هنا جزء هيتقص، تمام؟ طيب هاخد دوران الوسط برضو، وانا هسيب الوسط مش هاخده على قد الوسط، هاخده على قد الصدر كده تقريبا علشان الفستان واسع وهو هينضم بحزام، هتضمه بحزام. هاخد بقى دوران الارداف وهحط له مقدار الراحة وهقسمه على الاربعة برضو. وهحطه هنا كده، تمام؟ طلع لغاية كده اهو. هننزل خط مستقيم كده لتحت زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام كده. بعد كده يا جماعة من نص الكتف بالظبط وهنعمل خط لغاية الوسط ونقف عشان الخط ده هيتركب عليه الكورنيش. هقص بقى، هقص الحردة الخلفية الأول، هنسيب جزء للخياطة الكتف، حردة الجيرو اهي، هتسيبي وسع كده في الجناب للخياطة، تمام كده. هاجي اقص القصة اللي في الكتف دي واسيبها دلوقتي اهي، هنقصها بس كده حددناها اهي، خلاص هنشيل كده الظهر وهنبدأ نقص القصة بتاعت المربع الصدر المربع. تمام كده يا جماعة. هيبقى الأمام بالشكل ده كده، طبعا هنا هيتحط فيه زراير وهنا هيتركب من فوق الوسط بشوية كده بحوالي 3 سنتي أو 4 سنتي، هيتركب الكورنيش بتاع الكم اللي هو هنحدد مكانه في الأربع طبقات هنا وهنا وفي الظهر، تمام كده يا جماعة. تعالوا نقص السجاف بتاع الرقبة،
اهو زي ما هي كده يا جماعه، اهي هنرسمها زي ما هي. بنجيب قطعه قماش وبنرسم المربع زي ما هو. باخد طبعا ميل الكتف، خلاص رسمت المربع، هقصه بقى كده. وعشان نظبط القص ممكن بقى نطبقه كده ونقصه على طبقتين يبقى افضل. كده السجاف بتاع الرقبة المربعة من قدام هيتخيط وش الوش ويتقلب. نقص السجاف الخلفي، قماشة اتنيها طبقتين وهحط دي عليها كده، ده الظهر اهو يا جماعة، اهو الظهر بتاعنا، وهقص زيه بالظبط، هقص كده طبعا، حاطة النص على النص بالظبط، وهقص ميل الكتف، ومن هنا هسيب حوالي 3 سنتي او 2 سنتي وهقص كده. ده كده السجاف بتاع الخلفي. تعالوا نقص كده الكورنيش يا جماعة. هنجيب ورقة خارجية اهي، وهنيجي نقيس الكورنيش. الكورنيش انا عايزاه من فوق الوسط كده بحوالي 3 سنتي اهو، والعرض بتاعه كده لازم يكون نازل على الدراع شوية، فانت هتقيسيه من هنا بحيث يغطي جزء من الدرع. انا هنا بالنسبة للمقاس الصغير العرض ده، لكن انت هيبقى اعرض، هتقيسيه بحيث يغطي جزء من الدرع. خلاص كده، فهنيجي كده هناخد الورقة دي طولها مرتين، نقص الجزء الزيادة ده، خلاص نقيس كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هاجي بعد كده همسك الورقة دي وهشرحها، هشرحها ازاي، هعمل فيها شقوق كده عشان اخد شكل الدوائر اللي انا عايزاها وتطلع مظبوطة على قد المقاس بالظبط. دي كده هدورها كده هتبقى معايا زي دايرة. خلاص هجيب بقى قطعتين قماش يكفوا الدايرة دي كده، وهنقصهم بقى بالشكل الدائري ده. طبقتين قماش اهم، وحطينا الشكل بتاعنا اهم، نثبته او تلزقيه، لو عايزة تثبتيه ثبتيه، عايزة تلزقيه الزقيه، انا هثبته اهم وهبدأ ارسم كده الدايرة بتاعتي. طبعا انا لما بعمل الورقة وبشرحها فانا كده بعرف مقدار القماش قد ايه، يعني هعرف المربع اللي هشتغل عليه قد ايه، طوله قد ايه وعرضه قد ايه. خلاص كده هنبدأ نرسم الدايرة بتاعتنا اهي. وهاجي من جوه وهرسمها بره. شايفين كده يا جماعة، همسكها برضو كده، لو حابة اظبطها اكتر كقص هطبقها 4 طبقات اهو، وهقصها بقى كده بانتظام. بسم الله، وهنيجي اهو الجزء اللي في النص اهو، هنفتح كده بقى عندنا دايرتين مفتوحين من النص، هنيجي كده في جنب منهم وهنشقه كده. هنيجي بعد كده الدايرة اهي، الكورنيش بتاعنا نازل برفع من تحت، هطبق كده وهسحب دي كده، من هنا هرفع الكورنيش شوية، شايفين كده اهو، بس كده. طبعا الكورنيش بتسرفليه او بتتني اطرافه. تعالوا بقى نشوف التقفيل.
تعالوا نشوف هنقفل ازاي يا جماعه. اول حاجه هجيب السجاف بتاع المربع ده، طبعا ممكن تحطي له فازلين خفيف، وهتخيطيه كده وش الوش وبعدين تقلبيه، تمام. وطبعا زي ما احنا عاملين كده الجزء ده احنا فردناه كده، فهنيجي نخيط ده كده واقلبه. خيطت كده، بشق الزوايا دي كده، بريح الخياطة وهقلبه كله. تمام كده يا جماعة، قلبناه اهو، بس الورق ناشف قوي يعني، هيبقى كده بالشكل ده كده. نجيب السجاف بتاع الخلف برضو وهنخيطه ونقلبه. خيطنا السجاف بتاع الخلفي، والمفروض ان احنا هنقلبه كده، بس نقفل الاكتاف الاول. هنيجي كده، ده الخلفي اهو، هقفل الجزء ده بالامامي بتاعه والجزء ده بالامامي بتاعه، تمام. فهنجيب ده كده اهو، وهنقفل كده الجزء ده مع سجافه دي كده كده اهو، دي هتتخيط كده ودي هتتخيط مع بعضها كده لوحدها، تمام. ومن الناحية التانية نفس الحكاية، هخيطها ونشوفها. شايفين كده خيطنا الجزء ده الامامي والخلفي مع بعض، وهنا الامامي والخلفي مع بعض، وخيطنا السجاف مع بعضه كمان اهو اهو اهو، تمام كده الشكل ده. هنبدأ نقلب السجاف ده كله لجوه ونديره بنت خياطة، تمام. هقلبه كله وهديره بنت خياطة علشان ايه، يبقى ثابت ويبقى شكله كويس. بعد ما هنقلب هنديله بنت خياطة كده، خلاص ادينا له بنت خياطة. والمفروض لو عندك مكوة وانت بتخيطي على طول تكوي الجزء ده عشان يتفرد ويبقى شكله ايه جميل. طيب هنيجي نركب بقى الكورنيش ازاي. هنجيب الكرانيش دي اللي هي الكمام بتاعتنا، المفروض اللي هي بدل الكم، هنطبقها كده من النص ونديها علامة. خلاص، وهنيجي بقى للكورنيش، العلامة اللي احنا اخدناها دي هتبقى هنا في خياطة الكتف ده، هتتقلب كده كده اهو. هسرجها لكم الاول كده، الاول نشوفها بدبابيس وبعدين نشوفها نخيطها ازاي. جيب اهو انا فردته كده، هحط الكورنيش كده وش الوش ده وش وده وش، واحط علامة النص اهي هنا، واعملها كده بدبوس، واقعد اخيط ده كده او افرده او ادبسه حوالين الفتحه اللي احنا ايه عاملينها. تمام، ومن هنا برضو خلاص دبسته كده. هروح جايبه الجزء ده كده وقلبه عليهم كده اهو، ومخيطها الثلاث طبقات مع بعض. هفضل اخيط في الطرف ده بقى بعد الفتحه ما تخلص من هنا، هسحبها كده على ما فيش كانها بنسه، هتتسحب كده على ما فيش كانها بنسه، تمام. شوف كده خيطتها اهو كده يا جماعه، ونزلت لتحت على ما فيش كانها بنسه، خلاص يعني من عند الوسط كده هتبقى مفتوحة زي بنسة، او بتعمليها بنسة للاخر يعني مقفولة بحيث ما تبقاش عاملة زي قصرة، يعني انت حرة تسيبيها زي قصرة كده زي كده، تبقى من بعد الوسط قصرة، او تبقى نازلة بنسة مقفولة لنهاية البنسة، يعني تبقى جاية كده على طول لاخرها كده، تمام اهو كده. خلاص هنبدأ نركب التانية زيها، شايفين كده يا جماعة. بعد كده على خط الوسط ممكن اعمل العراوي بتاعة الحزام، وبعدين هنقفل باقي الجناب اهي،
هنتني كده. نحن ندخل الكورنيش بقى كله لجوه ونبدأ نقفل الجناب بتاعتنا. وطبعا الحردة بتاعت الجيرو بتكون منظفاها بشريط بيه او تانيها مسرفلها وتانيها. هنخيط بقى كده الناحية التانية اهي زيها، هنخيط كده. خيطنا نقلب بقى كده تركبي له بقى طبعا الزراير وبتتني الديل كده. الموديل بتاعنا يا جماعه بعد ما خلص يا رب يعجبكم، ان شاء الله تنفذوه بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان انا بنزل موديلات للاطفال الايام دي على قناه الفنانه لاعاده التدوير، اللي انا بحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. طبعا يسعدني ان انتوا تدخلوا وتشوفوا الموديلات الجديده اللي انا حطاها، ولو ما كنتوش اشتركتوا في القناه يسعدني برضو اشتراككم في القناه. وان شاء الله تنفذوا الموديل ده. موديل طالع جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين، رغم انه على ورق بس كانه عايز يتلبس بحقيقي. ان شاء الله تنفذوه، ان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديده. انتظروني. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.